قبل أن يختم تمظهراته الشعرية بديوان لا أنتظر أحد سواي سنة 2019. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشاعر مر بالقرب من منشورات الصفصافة وترك فوق أغصانها ورقة سماها أسير إليك أسير سرك سنة 2019. هل هذه المجاميع الشعرية مجتمعة كافية للتعبير عن حركية سعيد كوبليت وفاعليته في الوسط الشعري المغربي؟ أم هي لا ترتقي إلى أفق انتظار المتلقي المتتبع الذي كان ينتظر من الشاعر المسافر أكثر عدبا بغض النظر عن القيمة الفنية المؤكدة لهذه المجاميع؟ الإصدار أربعة دواوين شعرية رسمية فقط في مدة زمنية طويلة من حياة الشاعر يعبر حقا عن حقيقة المكتبة الشعرية لسعيد كوبليت بمنطق ما هو كائن أم هو عقبي يمكن اعتباره تحصيلا شعريا لا يرقى إلى منطق ما كان يجب أن يكون وما هو مأمول من الشاعر؟ هل هذا التراكم الشعري يليق بمكتبة شاعر خبر دواليب القول الشعري وردهات المطابع ودور النشر والتوزيع والنقد والمتابعات الشعرية ومحاورة أكبر وأشهر الشعراء وجاور أغلبية الناشرين داخل المغرب والخارجه؟ هل أثر انشغال الشاعر المهني بشعر غيره على شعره هو فكان الانشغال على قصائده نافلة شعرية لسبيلها؟ هل يبتعد سعيد كوبليت عن الشعر كلما اقترب من الصحافة؟ ربما يكون الأمر صحيحا، ربما يكون الأمر كما قال إن الشعر رحمة للإعلاميين لأنه راصد لنبضات حياة الناس حينما يتعثر إفصاح الإعلامي عن مكابدة اليومي وفاكهة الوجود يقدمها الصحفي بغير قليل من التلذذ لأنه يعي دون سواه جوع الفكرة. يضيف سعيد كوبليت للتوضيح ويقول إن الصحافة في العالم يصونها فقط ذوق الشعراء. في مقابل ذلك ألم يستغل كوبليت الصحافة ووظفها لخدمة الشعر؟ ألم يقدم ميكروفونه هدية لكل ذي شأن شعري عظيم أو باحث عن زاد شعري وفير؟ ألم يقدم وينظم ويبطر برامج وبرامج ومتابعات كلها خدمة للأدب وأهله للشعر وللشعراء؟ ألم يفتح باب بيت الصحافة على مصراعيه في وجه الشعراء؟ أترك جانبا الجواب وألتفت إلى صديق الشاعر الذي انتظرناه في مدينة علاء الشمون مدة لنتلمس معه ومن خلاله ديوانه لا أنتظر أحدا سواه. هذا الديوان الذي تم إخراجه بعناية جمالية فائقة وبشكل فني قشيب أوائل هذا العام وتم استقباله في الساحة الشعرية المغربية وبين متابعيه وأصدقاء الشاعر استقبالا حسنا، وهذا ما جعل أصدقاء رفيق الليرتي يفكرون في استضافة الشاعر منذ مدة طويلة لم تسنح فرصة لتجسيد هذا المنتظر إلا اليوم. ديوان لا أنتظر أحدا سواه يحتاج إلى وقفة خاصة لملامسة جوانبه الفنية والجمالية الفكرية، وهذا ما لم تسمح به هذه الورقة، ولكن يمكن الخروج من طباعات وخلاصات عامة بعد قراءته. قد تستطيع إنارة الطريق في اتجاه الكشف عن بعض حقائق الديوان الشعري. بالنسبة لي وأنا ألج باب الديوان من غلافه إلى آخر كلمة فيه، تهيأ لي أنني أدخل ضريحا لأحد
صوفي بامتياز. تهيأ لي أن الشاعر سعيد عفريت يفتح أبواب ضريح قصيدته أمام السالكين القائلين، وهو ممسك بسبحة وعمامة وقلم من قصب أو من رصاص ليس مهما، متقبضا حقيقته وحقيقة شعره، طريقته وطريقة شعره، يتلو عليهم أذكار وأفكار وقصائد، ويظهر لهم بركاته وكراماته وإشراقاته، يعلمهم وحدة الوجود ووحدة القصيدة، ويلقنهم الشطح والكشف والحلول والفيض والانغماس في القصيدة. تكاد قصيدة سعيد كبريت أن تكون وردا يذكره الشاعر كلما شدت عليه ظلمته وروده الشوق والتوق والحنين. تكاد قصيدة سعيد كبريت أن تكون لوحا شفافا متدفقا يقتطعه الشاعر من قلبه ويطوح به في اتجاه العشق والصبابة والهيام، ويهب أجنحة ليس للتحليق ولكن لينظر من أعلى ويحيا. تكاد قصيدة سعيد كبريت أن تكون رمادا ينثره في حدائق الروح. تكاد قصيدته أن تكون أنينا يعزفه للذات بجريحة المتاعب المتاعه لعلها ترضى. تكاد قصيدة سعيد كبريت أن تكون أنخابا يرفعها في صحة الحب والمحب والحبيب ليتطهر ويجود. تكاد قصيدته أن تكون تأملا في النفس والحياة بحثا عن أثر أو قدر أو عن حقيقة. تكاد قصيدة سعيد كبريت أن تكون وردا ينثر على شرف العارفين والعاملين والسالكين والمارين قرب الطريق والطريقة. ها هنا كان يبرأ الوتر من جرحه ويهدأ بنخب من رحيق يصالح رطب صبواته. ها هنا كان يخلع في الباب وجعه صافح الذي ويمسح عن الورد آثار حزنه يرويه بماء صاحبة مسرة. هذا ما يقول الشعر ويقول كذلك، كمن يحثر على بئر ويظل دامئا حتى الصدى لا رشع له، فكيف يسمع الصوت في عميان صحرائه وجع السراب؟ ثم يقول: وأنت أيها الدارق فجر كل حقيقة، لا مفتاح لمزلاج حسنها المنهار، عادة ترمم شرخ مجلاف تحطم ذات هباء عاصف، عبثا تومض لمنارة جزرها النائية، جرب الغرق قد تنجو. كل من سيتدبر ثمرات سعيد كبريت الشعيرة ويبحث في طعمها وأصلها وفصلها سيتأكد أن سعيد كبريت درويش في جبة شاعر. جل قصائده يشتم منها رائحة بخور الكلمات الزكية المنبعثة من خبايا التصوف وشظاياه وخابياته. جل قصائده تستلهم المتصوفة الفلاسفة في التعبير عن الحال والأحوال، عن الكائن والممكن والمحال، عن الشك واليقين، عن الشطح، عن الوجه، وغير ذلك من تجليات قاموس الصرف الصوفي التي يحفظها المريد والشاعر عن ظهر قلب.
وهل سيغدر وهل سيخدر منتوجه الشعري الأخير؟ لا أنتظر أحدا سواي للمساءلة الشعرية والبحث النقدي كما هو مأمور. سعيد بوبريس بعد هذا